شاكرا مساعي الجمعية التونسية للقانون الدستوري التي هي جمعية عريقة في هذا الميدان، ومعلنا عن أهداف الجمعية الجديدة التي أترأسها وهي جمعية الجهود في الانتقال الديمقراطي. حضرات السادة والسيدات، جميع القوى السياسية اليوم تخاطبنا باسم الثورة، حتى التي تتبنى مشاريع أو برامج سياسية أو اجتماعية أو نظرية متنافية بل متناقضة تماما مع رسالة الثورة ومع روحها، إلا أنه قل عدد من تساءل عن شيئين. أولا، عن مدى انسياق هذه انسياق الانتخابات مع الثورة، وثانيا عن مدى اتساع أعمال المجلس التأسيسي مع تعاليم الثورة. واسمحوا لي في هذا التقرير التمهيدي أن أحدد النظر إلى الجانب الثاني، أي مدى تناسب أعمال المجلس التأسيسي مع الثورة. حضرات السادة والسيدات، لا يعني كون الدستور قاطعا مع النظام الاستبدادي أو مع التشبيهات التي أدخلت على دستور 59 أنه قاطع مع التاريخ السياسي والدستور التونسي. فكان على المجلس التأسيسي حينئذ أن يقصد في عمله القطع الصارمة والنهائية مع النظام السياسي الذي كرسه الدستور السابق، مع التمسك بالتواصل التاريخي للدولة التونسية. وثانيا، كان على المجلس التأسيسي أن يحترم رسالة الثورة التي هي، أذكركم، هي ثورة مدنية، ثورة ديمقراطية، ثورة تعددية، ثورة مبنية على حقوق الإنسان ودولة القانون وعلى الحرية طبعا. ولهذا الغرض كان من المفروض أن تدرج هذه الاعتبارات في توطئة الدستور وفي بنيته الأساسية، وهذا يعني على الأقل شيئين عاملين أساسيين. أولا، أن تقع الإشارة في التوطئة إلى سوابق الحياة الدستورية التونسية في معانيها التحررية، وهي الحركة الإصلاحية وتاريخ الدستورية، أو إن صح هذا التعبير الدستورانية التونسية، الكونستيتيوشناليزم الذي بدأ من عهد الأمان وقانون الدولة لسنة 1961، مرورا بالحركة الوطنية التونسية ونزعتها الدستورية، ووصولا إلى مكسب الاستقلال والعمل الدستوري الأول وذكر رواده. ثانيا، أن يقع تبويب الدستور حسب اعتقادي أن يقع تبويب الدستور انطلاقا من إعلان الحقوق والحريات في الباب الأول من الدستور، لأن الثورة هي أساسا ثورة حريات قبل أن تكون ثورة أدوات ومبادئ تنظيمية. والحريات على المستوى الدستوري مرتبطة ومشروطة بأمرين أساسيين، الأول هو مفهوم الدولة المدنية، والثاني هو مفهوم الحرية. فاسمحوا لي أن أبدأ بالنقطة أو المسألة الأولى المتعلقة بالصيغة المدنية للدولة. وردت كلمة الدولة المدنية في التوطئة في الفقرة الثالثة، حيث نقرأ أن المؤسس المجلس الدستوري المجلس التأسيسي عفوا يسعى إلى بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية. ولكن الكلمة المدنية هنا استعملت بالمعنى الحديث، لأن هنالك إرباك على مفهوم الدولة المدنية. سمعنا الكثير يقول مثلا أن الإسلام يعترف بمدنية الدولة، ولكن هذا معنى آخر بعيد جدا عن المعنى الحديث. والشيء الذي
الفصل الأول تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها إلى آخره. ولكن بعد قراءة هذا الفصل الذي لم يتغير بمقارنة بما كان عليه الفصل الأول في دستور 59، علينا أن نطرح سؤالين. الأول، لماذا نكتفي بالفصل الأول كما هو موجود في دستور 59 وكأن شيئا لم يحدث منذ 59 و 900 و 1000؟ أين المبدأ الذي أقرته الثورة وهو مبدأ مدنية الدولة أو فصل الدين عن الدولة مع اعتباره دين المجتمع أو أغلبية المجتمع؟ وثانيا، كيف نبرر ما جاء بالفصل 840 و 100؟ أقرأ هذا الفصل: لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة. ويضيف: لا يمكن أيضا لأي تعديل أن ينال من الصفة المدنية للدولة. وهنالك ألاحظ أننا أمام تناقضين، الأول بين الفصل 148 والفصل الأول، والثاني في صلب الفصل 148 بين اعتبار الإسلام دين الدولة واعتبار الصفة المدنية للدولة. فالإسلام دين الدولة، إذا أردنا أن نطبقه بحذافيره، يمكن أن يعني أنه بإمكان المشرع المقبل أن يسن أحكاماً مستخرجة مباشرة من الشريعة كما يفهمها البعض. وهذا هنا الخطورة: لو فهم مفهوم الشريعة من قبل الإسلام المعتدل، من قبل الإسلام الذي يمزج بين الإسلام والديمقراطية، لا إشكال. ولكن الأحداث التاريخية قد تفاجئنا، ومن باب المحتمل أن يأتي حزب أو فئة أو كتلة حزبية وتؤول الشريعة بتأويل المذهب الوهابي وتأويل المذاهب الأصولية الرافضة لتحديث الإسلام. ومن هنا نفتح الباب لإمكانيات كثيرة، مثلا تحوير أو تنقيح مجلة الأحوال الشخصية، أو حتى إلغاء مجلة الأحوال الشخصية، أو أن نرجع إلى إعدام المرتد، أو أن نرجع إلى تطبيق الحدود من رجم وتصليب وجلد وقطع كما تفضل باقتراحه بعض النواب في المجلس الوطني التأسيسي منذ البداية، أو أن نرجع مثلا إلى نظام أهل الذمة وتجزئة وحدة المنظومة القانونية للدولة كما هو موجود في مصر أو في لبنان، أو أن نرجع إلى نظام منظومة قانونية ملية فئوية تتبع دين كل فئة حسب دين كل هذه الفئات، وفي ذلك إهدار تام لوحدة الدولة من جهة ولمفهوم المواطنة من جهة أخرى. فإذا جاز أن نتخوف من الثورة المضادة كما نقول اليوم، أقول من هنا نبدأ. أي إذا تمت، أعني بذلك أنه إذا تمت المصادقة النهائية على هذه النصوص، فسوف تكون خطوة، بل خطوة عملاق نحو تكريس الثورة المضادة. فإذا أردنا أن نحترم مغازي الثورة، وعندما أقول مغازي الثورة أعني بذلك المغازي بمعنى الغزو والمغازي بمعنى المغزى، علينا أن نضيف مدنية إلى الفصل الأول، فنقول دولة تونس دولة مدنية حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. ويتعين أن نحذف من الفصل 148 عبارة دين الدولة، أو أن نعوضه بإشارة أخرى، في مثلا إشارة إلى الفصل الأول، ونقول: لا يمكن لأي تعديل أن ينال من الفصل الأول من الدستور ولا من الإسلام كدين الدولة. النقطة الثانية التي أريد أن
يتعلق بحرية الضمير. عربي. بالحريات وبالخاصة بحرية الضمير. الشيء الذي يدعم التخوف الذي تحدثت عنه قبل حين يتمثل في الفصول المتعلقة بالحريات. كنت شخصيا قد رأيت وقلت ذلك في بعض الحصص التلفزية وفي الصحف المنشورة والمكتوبة في الأيام الأخيرة، قلت أن مسودة الدستور الحالية تحسنت كثيرا بالنسبة للمسودة الأولى، وبالخاصة فيما يتعلق بالطبقة من جهة، وفي الباب الأول من جهة أخرى المتعلق بالمبادئ العامة، وفي الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية. وقلت أن المسودة الحالية تشكل اليوم أرضية تفاوض مقبولة. أنا متشبث إلى اليوم بهذا، ولكن أريد أن أمشي إلى أبعد وأن أضيف ما يلي. فيما يتعلق بالحريات، أذكر أن الحريات الأساسية في النظام الديمقراطي تتعلق بالإنسان المفكر الإسلام العاقل، ولذا لها صلة مباشرة بالحريات الفكرية والاعتقادية عامة. جاء في التوضيح أن النظام المقصود تحقيقه يقوم فيه الحكم على احترام حقوق الإنسان وحرياته. وجاء في الفصل الرابع: الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية. إذن لدينا التوطئة: احترام حقوق الإنسان والحريات. الفصل الرابع: الدولة راعية للدين، إلى غير ذلك. الفصل 36: حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع مضمونة. إذن عندنا ثلاثة مناسبات تحدث فيها الدستور عن الحريات الاعتقادية بصفة عامة: في التوطئة، في الفصل الرابع، وفي الفصل 36. فالمشروع إذن، أو المسودة كما نقول، المسودة أقرت صراحة، أولا أقرت الحرية الدينية، هذه بقيدغلي، هذا مقرر. ثانيا أقرت المسودة رعاية الدين، وفي البيئة الإسلامية رعاية الدين تعني في الحقيقة رعاية الدين الإسلامي. وأقرت أيضا حماية المقدسات، مع نفس الملاحظة، رعاية المقدسات في المحيط الإسلامي الدولي الإسلامي تعني رعاية المقدسات الإسلامية. وأقرت حرية الرأي، لا معنى، هذا جميل، غريبة دوبينيون في مقتضى الفصل 36. ولكن هنالك نقص لا بد أن ألفت انتباهكم وانتباه الإخوان في أعضاء المجلس التأسيسي، وأرحب بهذه المناسبة قدوم السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي الأستاذ مصطفى بن جعفر، الدكتور مصطفى بن جعفر. لب الحريات، حرية الفكر وحرية الضمير، لا ليبرتي دو كونسيونس، أكثر من حرية الدين، أكثر من حرية الرأي، هنالك حرية الفكر وحرية الضمير، هما الحريتان الأساسيتان في النظام الديمقراطي. حرية الفكر تعني قبول الأفكار المخالفة المتعارف عليه والمتفق فيه والمجمع عليه. معناه أن حرية الفكر هي حرية القطع مع السائد، هي حماية الشخص الحقيقية وحماية الأقليات، وتتمثل في قبول الأفكار الشاذة، لا في قبول الأفكار المقبولة عند المجتمع، ولكن في قبول الأفكار الشاذة التي لا يميل إليها، التي لا تميل إليها المجموعة الكبرى. إذا فهمنا غير ذلك فنكون قد أفرغنا تماما من محتواها رسالة الثورة، بل نكون قد أفرغنا القيمة التاريخية الإضافية التي أتت بها الثورة، التي حولتنا من فلسفة الكليانية إلى الفلسفة الذاتية، وفلسفة تقرير المصير. الثورة التونسية حولتنا من فلسفة الأمة والجماعة
إلى فلسفة الفرد الحر والضمير المنعدم. من باب آخر، من جهة أخرى، أين حرية الضمير؟ الدستور تعرض إلى حرية الرأي. جميل. الدستور تعرض لحرية الإبداع. حسنا. الدستور تعرض لحرية الدين، الحرية الدينية. ولكن هنالك نقص كبير لا بد أن نضيفه في مسودة دستورنا وبعد ذلك إن شاء الله في الدستور النهائي، المتعلق بحرية الضمير. حرية الضمير هي الحرية الأساسية في النظام الديمقراطي، وتضمن الحرية الفلسفية المتعلقة بالماورائيات، وحرية تتعلق بالعقائد. مفادها أن تقرير المصير يقتضي أن يكون للشخص دين مولود، وهو تقريبا يعني وضع أكثر من 95% بل 99% من البشر، أن يكون للشخص دين موروث، ولكن بجانب ذلك أن يختار دينا حسب اجتهاداته وقناعاته الشخصية، أو بعبارة أخرى أن يبدل دينه ويخرج منه ليعتنق دينا آخر، أو أن يبقى في وضع فلسفي آخر كوضع اللا أدري مثلا، كوضع اللا أدريين، أو كوضع المترددين، أو كوضع النفاق. فتلك الأشياء التي كانت تسمى في القديم في المجتمع التقليدي، التي كانت تسمى زندقة وإلحادا وبدعة ومروقا وارتدادا وكفرا وبغيا وخروجا، أصبحت تسمى الحضارة العصرية الحديثة انعتاقا وذكاء وإبداعا وتحررا وعقلانية وتقريرا للقدرات الذهنية البشرية، أي بإيجاز تسمى حرية الضمير. وفي النهاية الآن أفهم لماذا رفض المؤسس في تونس أن يشير إلى كونية الحقوق. أولا لأن الإشارة هذه غائبة، وأن يحجم عن الإشارة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لماذا؟ لأن الإعلام العالمي لحقوق الإنسان يعترف صراحة في فصله 18، ما يلي، أقرأ عليكم الفصل 18: لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وإلى غير ذلك. ولذا حرية الضمير من الأمور الهامة جدا، ولذا لابد أن نلفت نظر الإخوان في المجلس التأسيسي أن ينتبهوا إلى هذه القضية. هنالك مسألة أخرى تتعلق بأن إذا كانت، وأنهي بذلك، إذا كانت لجنة الحريات أدرجت الحريات عامة في القانون التأسيسي، فإن اللجنة المشتركة، للصياغة التي يترأسها السيد رئيس المجلس التأسيسي، أدخلت تغييرا خطيرا. وهنالك فما تباين بين موقف اللجنة وموقف اللجنة المشتركة. لجنة الحريات اعتبرت أن نعم اللي ترأسها فريدة العبيدي، اعتبرت أن الحريات ترجع للقانون التأسيسي، مع العلم أن القانون التأسيسي لا يمكن تغييره إلا بأغلبية معززة، بأغلبية مبسوطة. الشيء الذي وقع هو أن اللجنة المشتركة، وهذا غريب، أدرجت الحريات في باب القانون العادي. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قالت في الفصل 148 أنه لا يمكن تعديل كل ما يتعلق بمكتسبات دستورية، يعني كل ما يتعلق بمكتسبات حقوق الإنسان. وهذا تناقض، لأن من ناحية ندرج الحريات في باب القانون العادي، ومن ناحية أي أن نفوض المشرع العادي، مش المشرع بالقانون التأسيسي، المشرع العادي، القانون العادي. ومن جهة أخرى نقول في الفصل 148 أنه لا يمكن تعديل ما يتعلق بمكتسبات.
مخالفات حقوق الإنسان، وهذا أظنه تنعم. فإذا ألخص لأنهي هذا الكلام، إذا اعتبر أن التفوه بمدنية الدولة وقع إفراغه في محتوى الفصول، وبالخاصة بمقتضى التأويل الذي ورد بالفصل 148 بالنسبة للفصل الأول من الدستور، وإذا اعتبرنا من جهة أخرى رفض الإقرار بكونية حقوق الإنسان والتشبث بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذا أضفنا إلى ذلك رفض التنصيص على حرية الضمير والتفكير بجانب حرية الدين، وإذا أضفنا إلى ذلك الإشارات المتكررة إلى مفاهيم دينية أو دينية إثنية أو دينية حضارية في التوطئة أكثر من 7 مرات، وإذا أضفنا مسألة إدراج الحريات، يعني احتمال إدراج الحريات في القانون العادل، وإذا زدنا على ذلك التأكيد على حماية الدين والمقدسات من قبل الدولة، فنصل إلى النتيجة الآتية، وهي أن التنازلات فيما يتعلق بهذه المسائل غير كافية، هي تنازلات لفظية لا بد أن نستكملها، وأن بإمكان الشريعة أن تكون مصدر المنظومة القانونية وأداة من هذا الباب، يعني أداة لتهديد الحريات، بل لعله لإلغاء الحريات، وأنه بإمكاننا أن نكرس بهذه الفصول احتمال رجوع النظام الكلياني من نوع جديد، وهو نوع الاستبداد الديني أو الاستبداد الديمقراطي. حضرات الأخوان الأعزاء، لا بد أن أقطع الكلمة الآن، أقطعها على نفسي كي لا أحرج السيد رئيس الجلسة لقطعها من قبلي، أقطع على نفسي الكلمة مضيفا شيئا واحدا، وأغتنم فرصة حضور السيد رئيس المجلس التأسيسي والسيد المقرر العام في المجلس التأسيسي أن يعتبروا قليلا الوثيقة الهامة جدا التي أعدها المعهد العربي لحقوق الإنسان بمعية الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات ونقابة الصحفيين التونسيين. العمل الذي قمنا به من مشروع مسودة قعدنا نواكبه في تطور الأعمال تاع عدد الدستور إلى مسودة المشروع. المنهج اللي اتبعناه هو أنه مش نقترح دستور جديد، هو اللي صار هو أنه اليوم عندنا مشروع مسودة، مسودة المشروع لابد أن نقرأها ونعمل على تحسينها بالإمكان تحسينها. نحب أولا نترك لإيجابيات مسودة المشروع، سواء كان بالنسبة للدستور 59 أو بالنسبة للمشروع المسودة. وبعد قراءة نقدية أو انتقادية تتناول كاسة مسائل، أولا مسائل شرعية، ثم مسائل تتعلق بالمضامين الحقوق والحريات، وأخيرا مسائل أظنها أساسية الحد من الحريات والحد من الحد من الحريات. الإيجابيات أولا، لا شك أنه في التوطئة في الفترة الثالثة من التوطئة فما إيجابيات أساسية. أنا رصدت في الفترة الثالثة هذه 13 مبدأ، نظام جمهوري، دولة مدنية، سيادة الشعب، وفي هذا التحسين بالنسبة لمشروع المسودة، سيادة الشعب مش مشروع، نقول فقط الشعب مصدر السلطة، رجعنا إلى سيادة الشعب، التداول السلمي على الحكم، انتخابات حرة، الفصل بين السلطات، حق التنظم، التعددية، حياة الإدارة، الحكومة الرشيدة، احترام الإنسان وحرياته، علوية القانون، استقلال القضاء،
العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كل فئات والجهات. الفقرة هذه فيها يقع كل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون. جاءت الفقرة هذه دسمة، جاءت الحقوق هذه والمبادئ هذه جاءت بالجملة عن فرق. كنا نود أن يقع تنزيئة الفقرة لكذا فقرات. فقرة أولى تهم المبادئ التي تمثل أساس الدولة المدنية الجمهورية الجمهورية التشريعية. فقرة ثانية تهم أساس النظام السياسي، فصل السلطة توازنها تداول على السلطة. وفقرة ثالثة تهم ركائز دولة القانون، احترام عمومية القانون، حقوق الإنسان، استقلال القضاء، حياة الإدارة. ربما هذا يوضح أكثر الهدف المرجو من هذه التنصيصات. أضيف أنه من الإيجابيات كذلك أن المبادئ المضمنة في الفقرة هذه وفي كل التوقع لها بموجب الفصل 149 من مسودة المشروع نفس قيمة بقية أحكام الدستور. مع العلم كذلك، لكن هذا تحدث فيه السعياد وطوير جعد والسي غرايلي بعد حين، أنه الصبغة المدنية للدولة لا يمكن تعديلها، وذلك بموجب الفصل 149 من مشروع من مسودة المشروع. الإيجابيات على مستوى المبادئ الفصل الثالث، أولاً رجعنا إلى أن الشعب هو مصدر هو صاحب السيادة. الفصل الخامس، المساواة مع إضافة المواطنات، ربما تدارك مش إضافة. والتمييز هذا أمر إيجابي كذلك، التمييز بينما لم يقع تمييزه فيما قبل في مسودة المشروع ما بين المساواة أمام القانون، المساواة في القانون، وإضافة عدم التمييز. هذا تحسين إيجابي واضح لنص المسودة. ثم أخيرا أسس تنظيم عمل الإدارة، فصل 14 مبادئ حياد المساواة الشفافية والنزاهة. على مستوى الحقوق والحريات كذلك هناك إضافات إيجابية، حقوق لم تدرج في دستور 59، أذكر منها على سبيل الذكر حقوق المسجونين، حق التظاهر السلمي، حق الإثراء، الحق في النفاذ إلى المعلومة، الحريات الأكاديمية إلى غير ذلك. فما إضافات على المستوى النظامي، وإن كان لنا رأي في النظامي لكن في حد ذاتها التنصيص على هذه الحريات أمر إيجابي ولا بد من ذلك. إذن عملنا ما كانش انتقادي، يعني فإذا ما حاجة إيجابية نقولوها وتو باش نوركي الأشياء اللي نراوها ويظهر لنا أنها سلبية. على مستوى أولاً، على مستوى الشكل، الدستور هي وجهة البلاد من حيث التنظيم القانوني. اللي حاب يتعرف على نظام دستوري بتاع دولة ونظام سياسي بتاع دولة، هو اللي يعرف بطبيعة الحال بشرط الدستور. تلاقي الشكل عنده تعليم. الشكل مش نتكلم عن أشياء ما كانش منها، يعني الصياغة باللغة العربية تنقحها، هذا الخليل لأهل الذكر. لكن اللي يهمني هو المنطق والمنهج. المنطق والمنهج على مستويين، أولاً على مستوى الأبواب، تداخل بين الأبواب مازال موجود. نقص لكن مازال موجود. اثنين، على مستوى ترتيب الفصول نفسها داخل باب الحقوق والحريات. أولاً التداخل ما بين الأبواب. عندنا باب يعنى بالحقوق والحريات، المفروض أن نلقى فيه كل الحقوق والحريات، وبنلقى فيه كامل الحقوق والحريات. بينما نقرأ الباب الأول المتعلق بالمبادئ، نلقى عديد من الفصول متعلقة بالحريات والحقوق. الفصل الرابع حرية المعتقد والمفهوم، الفصل الخامس المساواة، الفصل السادس فصل عام في إعلان على أن الدولة تضمن الحقوق والحريات. في الفصل السابع فيما يخص حقوق المرأة، وهنا فما تكرار لأنه نلقى زادت الرجوع إلى حقوق المرأة في باب الحقوق والحريات.
الفصل الثامن الاسره، الفصل التاسع التاسع نعم الطفل، وهني كذلك التكرار لانه في باب حقوق الحريات باش نلقاو مجددا حقوق الطفل. ثم الشيء الاخر هو انه نلقاو في الباب الخامس من الدستور اللي هو يهتم بالقضاء وفصل 104 بالذات، نلقاو حقوق الأساسية وهي حقوق القضاء، نلقاوها في الباب هذايا بينما وحذفت بعض منها، حذف من باب الحقوق والحريات وأدرج في هذا الباب. لا أظن أنه إذا كان نعمل باب في حقوق الحريات لابد من ذكر ضمن هذا الباب حق القاضي على درجتين مع الملاحظة اللي قام بها السيد الحاكم الروحين، المساواة أمام القضاء، اللي هو عنده علاقة بالمساواة بصفة عامة أمام القانون وأمام القضاء، حق التقاضي وحق الدفاع مع التكرار، وفي نفس الفصل 104 عن حق التقاضي على درجتين وعن حق التقاضي وحق الدفاع، ثم حق في محاكمة عادلة، هذا كله لابد من إدراجه أظن في باب الحقوق والحريات. ثم في باب الحقوق والحريات نلقاه فصل لا علاقة له بالحقوق والحريات بل بواجب، وهو الفصل 35 الذي ينص على واجب أداء الضريبة والتكاليف العامة. ثم ثانيا خلافنا داخل باب الابواب ترتيب الفصول داخل باب الحقوق والحريات. ترتيب الفصول جاء مضطرب، لم اقل فوضى. باش نلقاو الحياه، الحرمه الجسديه، الحياه الخاصه، صاحب الجنسيه، قرينه البراءه، شخصيه العقوبه، الايقاف، السجن. ثم نمر الى الاحزاب والنقابات والجمعيات. وبعد هذا الاجتماع والتظاهر، ثم نمر الى حقوق من نوع اخر، حقوق اجتماعيه واقتصاديه، العمل، الحق النقابي، النفاذ للمعلومه، التعليم، الحريات الاكاديميه، الصحه، التغطيه الاجتماعيه، البيئه، الماء، الثقافه. وبعد نرجع للحقوق السياسيه، الراي والتعبير، ثم نمر الى المراه، ومن المراه الى الملكيه، الى الاعاقه، الى الثقافه، الرياضة والترفيه والسياحة. وآخر فصل نرجع للحقوق السياسية، حق الانتخاب والترشح. يعني ثم اختلاف. وكان كانوا بما يقولوا الفرنسيس أنا فونتير على بخيلات. لابد من اتباع منهج واحترام منطق في ترتيب الفصول مهما كان. يعني شنو المنهج؟ لابد أن يكون هنالك منهج. واجتناب الخلط بين حريات مختلفة. لا من حيث قيمتها. بل من حيث الطبيعة لكي يبدو لا يبدو هذا الإعلان الفوضوي. المنهج المتداول في الدساتير المقارنة وفي القانون الدولي هو أن نبدأ أولا بالتنصيصات العامة. التنصيص الأول هو أن الدولة تتعهد بضمان حقوق الحريات. ثم التنصيص العام الثاني اللي مكانه في هذا الباب هو فصل المتعلق بالمساواة. وبعد نمشيو للجيل الأول تاع الحقوق، يعني الحقوق المدنية والسياسية وبالذات الحقوق المدنية كلها، ثم نمر إلى الحقوق السياسية كلها، ثم الجيل الثاني يعني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثم الثقافية، وننتهي إلى الجيل الثالث يعني الحقوق الثقافية عفوا البيئة. أظن الترتيب يكون المقترح الثاني على مستوى الشكل هو أن نفصل حرية الإبداع عن حرية الرأي والتعبير، وأن نلحقها بالحق في الثقافة، لأن حرية الإبداع عندها خصوصية بالنسبة للتعبير بصفة عامة، هي تعبير من نوع خاص، ولابد أن يكون مجال حريته أوسع من مجال التعبير بصفة عامة حكم طبيعة الإبداع. فصله والحاق به الحق في الثقافة. كذلك أظن فصل الإعلام عن الرأي والتعبير، لو كانش الرأي والتعبير وبعد عمل فصل مختص فصل مستقل للإعلام مع إضافة فعسه أظن النشر إلى الإعلام والنشر. فيما يخص الفصل الرابع تحدث فيه سعيار موضوحين ونرجع له. الفصل الرابع هو أنه الدولة راعية للدين
وممارسة الشعائر المدنية حامية للمقدسات ضامنة لحياة دور العبادة من الدعاية الحزبية. أظن الدعاية الحزبية عن أظن أنه نجم نبقيه على جزء من هذا الفصل في الباب الأول، جزء من اللي يتعلق بمبدأ متعلق بالدولة راهية راعية، ما نقولش الدين، أنا باش ما نقولش لبس الديانة، و ضامنة لحياة دور العبادة عن الدعاية، تو نرجعوا دعاية حزبية أو سياسية، نرجعوا في مستوى المظهر. ونرجعوا الفصل اللي كان متعلق بحرية المعتقد، نرجعوه هذا كان موجود في باب الحريات، نرجعوه في باب الحريات، ونعتمدوا الصياغة اللي ذكرها من الحين سي عياض، حرية الفكر والضمير والمعتقد. وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وركز على التكرار هذا بتاع أنه ممارسة الشعائر الدينية هي حرية في حد ذاتها، ليس فعلا هي حرية. ما نسيتش حتى نكرروا لأن الحرية مش قتلة، حرية ممارسة الشعائر الدينية. فيما يخص المضامين، التوطئة ثم المبادئ ثم الحقوق والحرية. التوطئة مانيش نرجع لأنه هذا أظن ولا إشكال لاستعمال عبارة مبادئ حقوق الإنسان، واجتناب الإشارة إلى الإعلان العالمي أو إلى الكونية. أنا نقول نجمه من غير ما نستعمل كلمة كونية ومن غير ما نستعمل الإعلان العالمي للإنسان، يكفي أن نتحدث عن أن تونس دولة تونسية، عفوا تأسيسا على ثورة الإسلام وما قصده متسمة بالتفتح والاحتلال وعلى القيم والإنسانية والسلام وعلى تعهدات تونس الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان. تعهدات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان هن لا نضيف شيء، هن قاعد نصف قانون الوضع التونسي، وأن تونس ذات ساقط على عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ثم الثوابت، نحبش نقول عندي مشكلة مع الثوابت، لكن نحب نعرف شو معنى الثوابت، لأن ثوابت السنة ليست ثوابت الشيعة وليست ثوابت الخوارج، لأن ثوابت المعتزلة ليست ثوابت الأشاعرة، لأن ثوابت الوهابية ليست ثوابت المالكية. حط ثوابت الإسلام هكذا أظن فضفاض جدا وخطير. نذكر وش يقول سيدنا علي في رده على الخوارج في مسألة التحكيم: القرآن بين دفتي المصحف لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال. ثالثا، عندي احتراز على استعمال عبارة تدافع، مش احتراز أصلي لكن احتراز قوي، التدافع السياسي الاستعارة الجسدية، يعني ما نظنهاش، خاصة أنه تدافع عن نصوص محلية، ندفع معا أو ندفع بعضنا بعض، مش مستعمل عبارة محاربة هي التنافس السياسي ومتداول. فيما يخص المبادئ، بسرعة، الانتخاب حر ما يكفيش، لازم يكون عام وسري. الفصل الثالث. الفصل الرابع، الدعاية الحزبية لا الدعاية السياسية. خاطر المشكلة مش أنه الإنسان يتكلم في الشأن العام في الجامعة، هذا حاجة عادية. المشكلة هي في كلمة دعاية. الدعاية يعني تجيش الناس. التجيش هذا ما يقعش فقط لصالح الأحزاب، يمكن أن يقع كذلك لصالح التيارات. إذا مسألة مشكلة ما هيش مع أنه هل يمكن أم لا يمكن التحدث بالشأن العام في الجامعة أو في المساجد، بل استعمال المسجد للدعاية. والدعاية ما هيش فقط للأحزاب، وهذا نعرفه. المساواة أمام القانون، يعيشكم هوني فما نقطة قانونية
المساواة أمام القانون ما هيش حق من حقوق المواطن، هي حق من حقوق الإنسان. وبالتالي ما نشغلوا جميع المواطنين متساوون أمام القانون، كل الناس متساوية القانون، سواء كان مواطن ولا مش مواطن. المساواة أمام القانون هي حق سيفيل، سي ني با لو دووا دو سيتوان. القانون الدولي فصل 15، هذا زاد قلناه في الكلمه الاولى باش نعاودوا نقولوا المسوده هذه راهو ما يجيش الفصل 15 هذا اعلان حرب على القانون الدولي. تجي تقول نحترم المعاهدات ما دامت لا تتعارض مع الدستور، انت اذا كان تحترمها على قدر صدقت عليها، واذا كان صدقت عليها اذا كان عندك واجب احترامها على خاطر صدقت عليها، واذا كان صدقت عليها المفروض انها مطابقه للدستور. وين فوا صدقت عليها باكتا سانت سيرفانتال مبدا دولي، اذا كان صدقت على معاهده لابد عليك ان تحترمها، والا اذا كان تحب تتخلص منها تتبع الاجراءات تاع القانون الدولي بور لو روتري والا بور لا دينونسياسيون دي تريتي. انا مش فقط تقول لن احترمها، لا لازم تتبع اجراءات معينه في هذه الصوره. سلحني مش مازال عندي وقت. دقيقتين لا غير، لا غير في الوقت في الحقوق والحريات، باش نمشي للأساسي. حق التنقل 18، فصل 18 راهو حق من حقوق الإنسان كذلك، ماهوش حق من حقوق المواطن. يعني كيف ليبرتي سيركيلاسيون ما تنجمش تمنحها على إنسان، ولا كانش يقولوا في بعض الدول اللي خاصة في دول الخليج اللي باش تنقل من محافظة لمحافظة ولاية لازم رخصة. لا، هو حق من حقوق الإنسان. سحب الجنسية لا يكفي، لا يكفي. كان عندنا في الدستور 59 أنه لا يسلم اللاجئون السياسيون. لابد من إرجاعه هذا. لابد من إرجاعه، كان موجود 59. ثم ما نسلمش مواطنين التوانسة للدول الأجنبية. هذا لابد من ذكره. الدول الاجنبيه لو باس اكستراتي لي ناسيونو، على خاطر باش نقول روحي المفروض باش نسلموا لمحكمه جزائيه دوليه ولا جنائيه دوليه بحكم تعهدات تونس. اما الدوله الاجنبيه لا يمكن تسليم التونسيين، وهذا مستقر عليه في القانون الدستوري المقارن باستثناء يكاد يكون وحيد هو استثناء الولايات المتحده الامريكيه، على خاطر هما دولة دولية ما يسلموش مواطنين تاعهم. لماذا حذفت سيادة الشعب ووحدة الوطن ونبذ العنف في الفصل من الفصل المتعلق بالأحزاب السياسية؟ هو حد من الحدود كان نبذ العنف واحترام سيادة الشعب واحترام وحدة الوطن. ما فهمتش علاش نحى نبذ العنف بينما هو أساسي في عمل الأحزاب والجمعيات والنقابات. أقترح إعادة إدراج بعض كلمات، نعم بعض كلمات بخصوص الحد من الحريات. المشكل الأساسي اللي كان عندنا مع دستور 59، اسمح لي سي الحبيب ترمي المشكلة الأساسية مع دستور 59 كان أن الحرية ينص عليها في الدستور ثم تسلم إلى السلطة التشريعية اللي يعمل بها الحد وعمل بها الحد. هذا كنا نود هني ان الامور تتغير تماما في الدستور هذا، لكن مع انه فما تحسن ما بين المشروع الدستور ده ومسلسل المشروع غير كافي، التحسن فجأة. الحقوق اللي يمكن الحد منها وقع استمع عباره مع احتمال في جوهر الحق، لكن اظن هذا لا يكفي. أنا أقترح حاجة بسيطة ياسر، أون كلوز جينيرال دو ليميتاسيون، كما فما في دستور أفريقيا الجنوبية، كما فما في سويسرا على ما أظن، ألمانيا الفيدرالية، فصل أون كلوز جينيرال دو ليميتاسيون، فصل عام يجي في آخر الباب ونحدد فيه الأهداف وشروط التحديد من الحريات، وهي بالأساس شرطان اثنان، أولاً التناسب لا بروبورسيوناليتي، وثانياً الضرورة في المجتمع الديمقراطي. أظن أن هذا ضروري ونخفوا من أكل التنصيصات اللي هي فصل فصل على الحد من الحريات. واللي عندي فصل بركة عام وإضافة فقرة من فضلكم نكمل هوني إلى تعليق الحريات، لأنه يعني نعرف حتى في الدستور الحالي في
المقدوني اللي ينص على الإطار الإكسبسيون، الحالة الاستثنائية، الظروف الاستثنائية. أي أما حتى في الظروف الاستثنائية فما حقوق لا يمكن تعليقها، سي لي دغوا انتانجيبل، حقوق التي لا يمكن المساس بها. وهذه أقترح حتى أنه ينص المشروع على أنهي الحقوق اللي لا يمكن المساس بها، حتى في صورة إعلان حالة استثنائية. شكرا. المطلق. فإلى أي حد
عليكم اختزلت هذه النظرة في نقاط ثلاث اعتبرها محصلة شيئا ما، وان كانت لن تغطي حتما كل التفاصيل. هذا الانطباع العام عن مدنية الدولة في هذا النص. اولا، هنالك تكريس منقوص للدولة المدنية في هذا النص. ثانيا، هنالك تناقض وفكرة الدولة المدنية مع بعض فصول النص، وهنالك غموض يحوم حول بعض الفصول المدرجة في هذا البرنامج مع في هذا المشروع مع فكرة مدنية الدولة. إذن التكريس المنقوص أولا. في الواقع تقدم هذا النص بالنسبة لدستور 59 بأن أدرج كلمة ولفظ ومفهوم مدنية الدولة في النص، ومنذ البداية جاء في هذه الفقرة الدسمة في التوطئة، الفقرة التي جاءت بها تقريبا عديد المفاهيم السياسية. ولكن أستسمحكم في أن أقرأ على ما سمعت من كلمة كيف جاءت الإشارة إلى مدنية الدولة في هذا النص. يقول هذا النص في جملته الثالثة: ومن أجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاربي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات. من أجل، هذا يعني أن من كتب النص يضع هدفا، فالدولة المدنية ونحن كنا نعيش في ظلها وتكرست بطريقة مقصودة، وهذا نتفق في شيء، إلا أنها شيء تصبح في النص الدستوري الجديد هدف. والمعرفة الدستورية بصفة عامة تميز ما بين المبادئ، ما بين ما تقر النصوص وما تسمى بالأهداف الدستورية، وهو صنف أقل قيمة وأقل نفاذا غدا ما بين أيدي المحاكم ولدى المتقاضين وأغلب الخاضعين للقانون. فهناك فرق ما بين أن نرسم هدفا دستوريا وأن نقر بشيء. ففي الواقع دخلت كلمة ولفظة الدولة المدنية إلى الدستور، ولكنها في الواقع أدخلت هشاشة على هذا المفهوم، بما أنها فقط سعي على أننا نسعى لتحقيق هذه الدولة المدنية، وكأننا لسنا في دولة مدنية بعد. كيف نتصور أن الدستور الجديد لا يأخذ بعين الاعتبار ما وصلت إليه الحياة السياسية والقانونية في تونس من هذه الناحية؟ لا أريد أن أطيل، فالوقت مضبوط، حتى أتعمق معكم في المدرسة الدستورية الغالبة اليوم التي تعطي انطباعا شيئا ما يؤكد هشاشة فكرة الأهداف بالنسبة للحقوق والمبادئ التي وقع إقرارها. فليس هنالك في هذا النص إقرار للدولة المدنية، كيفما طلع علينا هذا الفقرة الثالثة من هذه المسودة. هنالك إشارة أخرى لابد أن نقف عندها وأشير إليها ولا أطيل، لأن الدولة المدنية يقال لنا في الفصل 148 أنه لا يمكن تنقيح هذه الصفة، ونحن سننقح ماذا؟ سننقح هدفا. وبالمقابل هنالك إشارة بأن الإسلام دين الدولة، وقد تعرض الأستاذ عياض بن عاشور ولن أطيل في التحليل. أين أرى، وهذه نقطة ثانية، أين أرى التناقض وفكرة الدولة المدنية؟ سأختزل لضيق الوقت هذا التناقض في ثلاث نقاط، ثلاث فصول. الفصل 148 كما قلنا، بما أنه يتحدث عن الإسلام باعتباره دين الدولة. الفصل الثاني الذي يبدو لي يثير الانتباه من ناحية مدنية الدولة هو الفصل 95 الذي يتحدث عن احتكار الدولة في إنشاء الجيش وقوات الأمن، ولكنه يترك للمشرع إمكانية إحداث أصناف موازية لها، ولا يقول أن هذه الأصناف ستعود للدولة بذاتها. وهذا يعني أنه على حالته الحالية هذا الفصل يمثل ربما من عبر تشريع ما بعث هياكل مسلحة موازية للدولة، وقد لا تكون بين أيدي الدولة، وهو ما يطال الصبغة المدنية. طبعا أعود لتوطئة الدستور لأنها تستوقفني من ناحية أخرى. طالعها يقول بأن كل هذا يعني كتابة الدستور وممثل صاحب السيادة تأسيسا على ثوابت الإسلام.
الإسلام، وهذا يعني أن كل ما سيأتي فيما بعد هو مؤسس على ثوابت الإسلام، وهذا يعني أننا نخرج بذلك على منظومة قانونية أساسها وقوامها سيادة الشعب. أعطيكم مثال، دستور 59 يقول الشيء التالي: إن الشعب التونسي مصمم على، ويعني أن كل ما سيأتي في الدستور نتيجة تصميم الشعب، وهذا يتلاقى وسيادة الشعب. ولكن المشكل أن نثير العلاقة مع المرجعية الإسلامية، ليس هناك مشكل، لأن الدستور 59 يقول إن الشعب التونسي مصمم على، ويتحدث عن تعلقه بتعاليق الإسلام، ولكنها وليدة تصميم الشعب وليس العكس، وهذا يتنافى، والصبغة المدنية المرجوة. سي الحبيب، أريد أن أشير إلى بعض الأمور وكلمة لأخلاق. الغموض يتأتى في نظري الموجود في النص وشيء غير موجود. الموجود في النص هو الدولة راعية للدين، وتحدث سيسيمو سعياب حول هذه النقطة. أنا فقط سأعود إلى الصبغة المفردة التي أريد بها للتحدث عن الدين. وكان ربما إن بقينا في إطار حماية كل الحقوق وحرية المعتقد أن نتحدث عن دولة راعية للأديان، يمكن أن نقول أن الدين هنا تشير إلى الأديان وأن المفرد تشير إلى المفرد، ولكن المنزلق سهل كي نذهب إلى دين واحد. الدليل في ذلك هو أن منظمة الأمم المتحدة مشكورة حاولت ترجمة هذا النص وترجمته على أن l'état est le garant de la religion et non pas des religions. ورأيتم أن هذه الترجمة بدأت في هذا المنزلق أين قد إلى أي حد يمكن أن نذهب. المسألة الأخيرة، وأعرف أن السيد حبيب سيمكنني بعض الدقائق فيها، لأنني تحاورت معها وبالتالي ستقرر حتى فيها. سألتك مرة لأنك أجبتني، أريد أن أسألك نقطة استفهام: هل أن مشروع إدراج مجلس الإسلامي أعلى لا زال وارد أم لا؟ وقلت لنا أنه يمكن قد يدخل على الخط في لما يعرض الناس على الجلسة العامة، وهذا تقنيا وقانونيا ممكن. المشكل هو عندما أعود للمشروع الذي نسب إلى حركة النهضة، هذا المجلس الإسلامي الأعلى له وظيفة في توحيد تأويل والإفتاء، وهذه تلزم هيكل الدولة التونسية. إلى حد الآن يمكن أن نسير هذا التمشي، إلا أنه في هذا الخيار تناقض والدولة المدنية، لأن المجلس الإسلامي الأعلى غير من قبل الشعب، وكل هيكل الدولة المدنية يجب أن تكون نابعة نتحدث عنها كهدف، وإنما نقول ولم لا في فصل، ولم لا في فصل. أولا، الدولة التونسية دولة مدنية، وإن لم يكن في الفصل الأول ففي الفصل الثاني. حدث دين الدولة من الفصل 148 واستبداله بإشارة إلى الفصل الأول. حذف الفصل 95 تماما، لأنني أراه مصدر مشاكل أكثر من مصدر تطبيق وحلول. إضافة فصل في صلب مندوق الدستور حول مدنية الدولة، هذا أشرنا إليه. في الفصل 24 كما أشار إليه سليم بالنسبة للجمعيات والأحزاب، لا نرى فرض التزام على أن كل الأحزاب يجب أن تلتزم بمدنية الدولة. يمكن أن نتصور أن جمعيات قد لا تدافع عن دولة على فكرة مدنية الدولة، ولكن الأحزاب التي تتبارك المجال السياسي والتقدم الانتخابات أظن أنه يمكن أن نلزمها بالبقاء في مدنية الدولة، وطبعا استبدال الدعاية السياسية، منع الدعاية السياسية، ولا أن نستبقي فقط الدعاية الحزبية في الفصل الأربع. وأعتذر إن كنت قد والوجود بين المشروع المسودة ومشروع المسودة المشروع المسودة بصفة عامة. النص
المشروع في وضوح كبير في الأمور الإجرائية المتعلقة بإدراك المعاهدة، وهذا شيء طيب جدا وكان غير موجود في الدستور السابق. في كذلك إيجابيات هامة المتعلقة بما نسميه الاتفاقيات التقنية، هذا كان غير موجود في صريحة في الدستور السابق. ولكن هناك ضعف، هناك خشل الموقع من القانون الدولي في الدستور في المشروع، لأن يعني هذا هو ضعيف جدا ضعيف، وظن أن من أسباب هذا الضعف هي ناتجة أولا عن سوء تفاهم كيبركو كيبوك. شو معنى القانون الدولي؟ إذا نعرف أن القاضي التونسي يطبق القانون الدولي، القانون الدولي هو داخل في إطار المنظومة القانونية، والقانون الدولي الذي يحمي الأشخاص وكذلك يحمي الدول، أنا ما يجبش تخاف منه القانون الدولي، هذا شيء. السبب الثاني أظن هي من أسباب شكلية، ولكن من عندما نقول كذلك أنها في الأصل معناها هذا هو جدا أن مفهوم دولة القانون وهي موجود هي موجود في التوطية، التوطية فيها من القرصات هذا اللي فيش غير موجود في التوطية كمفهوم مستقل دولة القانون. وعندما نقول دولة القانون معناها مش فقط دولة القانون الداخلي، هي كذلك دولة القانون الدولي، القانون الداخلي والقانون الدولي. الملاحظة الأولى هي متعلقة بالتوطية الفريون، غياب تام للقانون الدولي واحترام مبادئ القانون الدولي. معناها في الحقيقة باش بسرعة منها الوقت يمر، عندنا مثال تجربة مقابلة، معناها في جهة هي المغرب، الدستور تاعها جديد، الوقت حصلناه في من عام 2011. الدستور المغربي معناها ينص بصفة صريحة على أن تعاهد المغرب بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات. فإن الأقراف المملكة المغربية على أرض العالم النشيط في المنظمات الدولية تعاهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات. فيك من المثال من المغرب على خاطر من قريب لنا ثقافيا وتقنيا دستور جديد كذلك. هذا اذا الامر الاول المتعلق بالتوطين، والاختراع في الحقيقه الذي بناها الاختراع بيطار هو ادراج بن الذي يشير الى تتعلق تونس بمبادئ القانون الدولي او بقاعده الدولية. هذا هام جدا على خاطر كما قال السيد الغباني معناها الدستور والبريامبول الخاص بالتوطين هي معناها فيترين حتى من حتى من المستثمر الأجنبي يجي تونس والعباد يجي تونس، أول حاجة يشوفها هي الدستور، وأول حاجة يشوفها في الدستور هي التوطية. كيف ما يشوفش الكلمة هذه التعاهد تونس بالاتفاقات الدولية يولي يخاف شوية. الملاحظة الثانية السيد قالها في الملكة وجالة هي متعلقة بفصل 15. شكون فصل 15؟ السلم القائم على العدل هو أساس العلاقة مع الدول المشروعة، واحترام المعاهدات الدولية الواجب فيما يتعارض مع أحكامها الدستور. أولا في الحقيقة السلم القائم على العدل يظن أنه شيء ناقص، على بصفة عامة السلم هو قائم على أمور أخرى، هذا كذلك من المشكلة العدل من الشرعية الدولية من نزاعات بصفة سلمية تعاون دولي غير. الملاحظة الثانية عندما نقول الدول والشعوب هو من كلمة ناقصة، العلاقات الدولية هي هو مفهوم أهم أهم وأعم كذلك. ولكن المشكلة الهامة تتعلق بمن الجملة الثانية تاع 15 اللي تقول احترام المعاهدات واجب فيما يتعلق مع حكم الدستور. يجب أن يميز بين معناها
المعاهدات اللاحقة الدستور الوقع البراو هذا بعد الدستور الجديد والمعاهدات التي وقع ابرامها قبل الدستور فيما يتعلق ببناء المعاهدات التي وقع ابرامها بعد الدستور الجديد. أظن أن هذه الجملة لا فائدة منها، ما فيها حتى فائدة. علاش؟ على خاطر أن مجلس الدستوري سيراقب دستورية من المعاهدات وباش يقول إذا كان معاهدة مخالفة للدستور باش يقول هذه المعاهدة لا تقبل حاجة منها. وبالتالي هذه الجملة لا فائدة منها فيما يتعلق بالمعاهدات اللاحقة للدستور. فيما يتعلق بالمعاهدات السابقة معنا اللي معنا كل المعاهدات اللي وقع ابرامها من عام 56 لتو هذا ما فيش كلام من احترام معنا كلمة احترام من احترام المعاهدات تعني احترام المعاهدات التي وقع المصادقة عليهم بس فقط ما ثماش شرط آخر. ليس هناك في القانون الدولي وحتى في القوانين الداخلية شرط آخر. الدولة اللي بس من لا تحترم معاهدة وقع المصادقة عليها هي مسؤولة دولية مسؤولة مالية. وتونس إذا كانت تحط جملة هذه في الدستور بتاعها راهي جملة هذه تخوف الناس كلها وتخوف كما قلت سلطوما المستثمرين. خاطر إذا كانت الدولة تحط في الدستور جملة هذه كنت الدولة هذه بإمكانها إذا المعاهدة وقعت من أبرامها عام 70 مثلا تقول لا احترمها. هذا التخوف هذا التخوف من القانون الدولي غير رأي وبرأي بإمكان الدولة. أنا علاش قلت أن من القانون الدولي ما الدولة كذلك بإمكان الدولة التونسية ذا المعاهدة القديمة أن تدخل في إجراءات تعديلها أو حتى تخرج منها حسب إجراءات موجودة في القانون الدولي. معناها ما يجبوش نخاف من القانون الدولي، القانون الدولي يحمي الدولي كذلك. إذن الاحتراق الموجود أظن أن بإمكان الفصل هذا أن يكون أحسن سواء من ناحية السياقة أو من ناحية الأصل كذلك، وخاصة التأكيد على أن الدولة التونسية تلتزم بالأحكام العامة للقانون الدولي من العرف الدولي يلزم الدولة التونسية وبأحكام المعاهدات الدولية التي تنص عليها. وعندنا مثال عندنا من الاستئناس هو الفصل 62 موجود في المشروع الحالي ويمكن من الاستئناس بالصيغه نتاعو. شو يقول رئيس الجمهوريه؟ يصحب على احترام المعاهدات المصادقه عليها. هذه صيغه طيبه جدا ويجب ان الاستئناس بها في الفصل 15. الجملة الأخيرة الفصل 62 اللي هو اللي يحكي على من إبرام المعاهدات أظن أنه الفصل طيب جدا مقبول إلا في المسألة واحدة وهي موجودة في اقتراح لجنة التنسيق التصريحي وهي إدراج مسألة المعاملة الريسيبروتي. إذا نعرف أن هذه المسألة تاع المعاملة بالسابق على هذه عن تاريخ كبير هي كلها مشكلة وكل الفقهاء أجمعوا سواء القانون الخاص والقانون العام والقضاة القضاة كلها أنها الدرجة الأولى والثانية والثالثة أجمعوا أن هذه المسألة معقدة فيها مشاكل ويجب أن يكون سوبريمي. وبالتالي أقترح الوقفة الأخذ في المقترح لجنة السيارة والحذف المسألة المتعلقة في درس الموسيقي المعامل المسألة الأخيرة فقط ما فيهاش من أهمية في الأصل ولكن عندها أهمية في السياق هي من عند مدخول منها في دستور معين ختم المعاهدة لا بروبليكاسيون لا ترتيب ختم المعاهدة ما عندوش معنى المعاهدة تصبح استرفيه بعد المصادقة عليها فقط وبناء معناها ليس هناك إجراء آخر ليس هناك إجراء آخر اسمه ختم. وبالتالي من أخطر هذا الوجود سأعطيك سنهاتي وكتبت هذا إذن
الاختصار قبل ان ابدا اود ان ارحم على روح الخطيب الاستاذ عبد الفتاح عمر. هو في الحقيقه لم يدرس لي ولكن مقالاته ونذكر السنه الاولى عندما كنت في لندن استفدت على الامر الدستور والأنظمة السياسية عندها قديش تعلمت من كتابات الفقيد عبد الفتاح عمر وبالتالي أضم صوتي إلى صوت أساتذتي الفرحمة على روحي. إذن المداخلة الثانية تتعلق بأسواق التشريعية. أعتقد بأنه لا أعتقد بأنه من باب التجني إذا ما قلنا بأن أي شخص يطلع على عمل لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية يشعر بنوع من الانزعاج. أما ليس ما مرض هذا الانزعاج أو هذا سبب هو أن السلطة لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما هي السلطة اللجنة الوحيدة من مجموعة خمس لجان التي لم تقدم فصول نهائية في مشروع فصول الدستور. نجد إذن صيغتين وأحيانا ثلاث صيغ باعتبار أن لجنة التنسيق والصياغة تتدخل هي الأخرى تقترح مضامين أو تعدل مضامين. أحيانا هناك مقترح يقدم في شكل مقترح نهائي تم الاتفاق عليه أو التصويت عليه وتأتي لجنة التنسيق والصياغة لتعدله وتتدخل في هذا الموضوع. وهنا لا أتفق مع المقرر العام للدستور في تأويله الموسع لاختصاصات هذه اللجنة لأن هذه اللجنة تجاوزت صلاحياتها. هي اسمها لجنة التنسيق والصياغة وما علينا إلا أن نعود إلى الفصول 65 66 104 من النظام الداخلي لنتأكد بأن هذه اللجنة هي ليست سوبر كوميسيون هي لجنة شأن اللجان الأخرى دورها التنسيق والصياغة ولا التدخل في مضامين المقترحات التي تقدمها اللجان الأخرى. فعلا هم نواب كبقية النواب ولهم أن يقترحوا مقترحات على أن تقترح تلك هذه المقترحات في إطار الجلسة العامة وليس في إطار عملها كلجنة تقوم بالتنسيق بين اللجان وصياغة مشروع الدستور النهائي. إذا قلت القلق هذا يعود إلى وجود هذه الصياغة ثم أنه نلقى هناك تكرار في فصول الفصل 57 والفصل 67 هناك يكرر نفس النقطة على المصادقة على القوانين الأساسية والعادية التي في الفصل 57 ثم تكرر في الفصل 64. الفصل 55 والفصل 58 يتعلق بإدخال أحكام المصادقة على قانون المالية إذا هناك تكرار لنفس المضمون 55 58. أحيانا نجد تناقض بين الفصول فصل 55 57 55 يتحدث عن عرض قوانين عرض مشاريع القوانين الأساسية على الجلسة العامة يحدد الإجل العرض ب 20 يوم والفصل 57 معناتها ينزل تلك الإجل إلى 15 يوم. إذن تكرار تناقض ووجود هذا السياق هذا معناتها سبب الانزعاج والملاذ اللي نشعر به. عندي بعض الملاحظات تتعلق بالمضمون يمكن الوقت اللي يكفينيش سأختصر على ملاحظة أو اثنتين. فما ملاحظة هي أعتبرها جوهرية لأنها لها تداعيات على الحقوق والحريات. الملاحظة هذه تتعلق بالفصل 64 من المشروع. الفصل هذا يتبنى تمييز هو موجود في الدستور الفرنسي سنة 58 وكان موجود في الدستور 59 التمييز بين القانون الأساسي والقانون العادي. أساس التمييز هذا معناتها يعرفوه رجال القانون لا داعي لأن نمثل فيه فقط الأساس نتاعو باش نقول لغير المختصين هو أنه موضوع القانون الأساسي عنده أهمية أكثر من المجالات اللي يدخل فيها القانون العادي والنتيجة الحتمية لأهمية ذلك الموضوع هو طريقة التصويت على القانون الأساسي اللي يتطلب زي شفناه في القانون الفرنسي في الدستور الفرنسي في الدستور
1959 يتطلب أغلبية نصيحة أنها أغلبية معززة أو موقوفة وهي أغلبية الثلثين أو ثلاثة أرباع أو أربعة خمس المهم أنها الأغلبية تكون أغلبية معززة. الفصل 64 تبنى هذا التقسيم بين قانون أساسي وقانون عادي لكن التبني هذا كان أعتبره أنه مشوه ولا يحترم روح هذا التمييز. إذا يقول فصل 64 حدد بأن هذه مجموعة من المواد نركز على المواد اللي تهم الحريات لأنها هي اللي يمكن أن تمس. يعتبر بأن الحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية والصحافة والنشر كلها تدخل في شكل قوانين أساسية. إلا أن صفة هذه تاع القانون الأساسي لم يقع مثلا تستتبع بنتيجة اللي هي معناتها كان المفروض أن تترتب على هذه الصفة صفة القانون الأساسي وهو طريقة المصادقة على القانون الأساسي أي أغلبية الثلثين. لأنه باعتبار أن الأهمية التي تكتسيها المواضيع على القوانين الأساسية معناتها تستوجب أنه يكون التصويت لأغلبية الثلثين. لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية تعتبر بأن القوانين الأساسية تتم المصادقة عليها بأغلبية مرة تكون أغلبية وهي ترد وبعد الفصل تكون أغلبية مطلقة معناتها 50% زائد مواضيع تمس الحريات يكفي أنه نصف عدد النواب زائد النائب اللي يمر قانون يمس من الحريات يمكن أن يحد من الحريات معناتها تولي في متناول عدد محدود من النواب هذه معناتها القوانين المتعلقة بالحريات الأساسية. ثم هم لقوا تناقض مع الفصل 148 من الدستور. لماذا؟ لأن هذا الفصل يعتبر بأنه حقوق الإنسان والحريات المضمونة في الدستور يعتبر بأنه لا يمكن تعديلها. معناتها عندها فالور سوبرا كونستيتيوشنال مرتبة عليا لا يمكن تعديلها. إذا كانت بمثل هذه الأهمية مواضيع الحريات وحقوق الإنسان فكيف يمكن أن معناتها يتم معناتها لادوبسيون معناتها التصويت المسابقة على قوانين بأغلبية لا تتجاوز معناتها نصف عدد النواب معناتها زائد واحد. ثم من ناحية أخرى تعتبر لجنة السلطتين الإشكالية والتنفيذية بأن النصوص التي تتعلق بتطبيق الدستور أو النصوص المتعلقة بضبط الجنايات ضبط الجنح أو العقوبات التي تنطبق على الجنايات والجنح أو المخالفات الجزائية التي تكون سالبة للحرية هذه تصنفها في القوانين العادية والتصويت على القوانين العادية يتم بأغلبية نسبية. والأغلبية النسبية حسب المشروع القانون هذا هو أنه يكفي ثلث النواب لكي يمرر قانون معناتها يضبط جناية أو يضبط معناتها مخالفة جزائية سالبة للحرية وهو ما تعتبره معناتها خطير ويمس من تلك الحريات. هوني نذكر معناتها الموقف نتاع اللجنة المكلفة بالصياغة والتنسيق بطبيعة لأنها هي تتدخل في المضمون. معناتها هي معناتها موقفي هذايا الشخصي أعتبر بأنه معناتها التعديل اللي قامت فيها الفصل 64 لجنة الصياغة والتنسيق غالي ويمكن أن نصفه بأنه بدعة دستورية لا نفي لها. لماذا؟ قامت لجنة الصياغة والتنسيق بتجميع كل المواد جميع المواد اللي كانت موزعة بين قانون أساسي وقانون عادي الكل صنفتها على أنها قوانين عادية. معناتها المواد اللي تتعلق بالحريات اللي تمس حقوق الإنسان اللي تمس الأحوال الشخصية اللي تضبط الجنايات والجنح جميع تطبيق جميع هذه المواد يصوت عليها في إطار قانون عادي. معناتها وكان يخلو عدد حالي موجود متاع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويقولوا أنه مجلس الشعب المستقبل القادم باش يكون العدد متاعه 217 معناتها يكفي 73 نائب لأنه يشكون القانون العادي معناتها ثلث أعضاء المجلس يكفي 73 نائب لكي يصوت على قانون يتعلق بالحوالي الشخصية يتعلق بحقوق الإنسان بالحرية العامة بضبط الجنايات والجرح و
النشر والصحافه جميع المجالات معناتها لجنه الصياغه والتنسيق حطتها في جمعتها في قوانين عاديه. وشنو تعتبر؟ تضيف لجنه الصياغه تقول بانه تتخذ في شكل قوانين اساسيه القوانين الموصوفه بذلك في الدستور. معناتها تجي تشوف الدستور هي القوانين التي تم وصفها بانها قوانين اساسيه تجدها معناتها تلقاها في خمسه مواضع. فصل 105 احداث اصناف المحاكم بقانون اساسي، 112 ضبط قانون معناتها المجلس الاعلى للسلطه القضائيه بقانون اساسي، 116 تنظيم القانون القضاء الاداري، و 125 تنظيم دائره المحاسبه. هذه هي معناتها القوانين الاساسيه اللي لجنه الصياغه تعتبرها هي معناتها اللي مصوت عليها هي اغلبيه 50%. كان مازال عندي وقت اذا ملاحظة تتعلق بالفصل الأول من باب السلطة التشكيلية اللي يقول أنه يمارس الشعب السلطة التشكيلية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء. هوني فما سهو أو تعقل عن ذكر تقنية أخرى هي تقنية الاستفتاء، وهي تقنية الانيشيتيف بوبولير المبادرة الشعبية الممارسة. الاستفتاء ليست مبادرة شعبية، معناتها الانيشيتيف بوبولير سي في نوتر، معناتها في ممارسة السلطة التشريعية من طرف الشعب. ثم ملاحظة أخيرة تتعلق بالحصة الجزائرية احيانا تزيد تربك العمليه وتدخل غموض اكثر
على هذه العملية بحيث تبقى هذه النصوص بعيدة كل البعد مرة أخرى على السياق. ويعود ذلك في تقديري على الأقل لزوز أسباب. السبب الأولاني أن الأطراف الفاعلة داخل المجلس الوطني التأسيسي تبحث وهذا لاحظناه كلنا في طبيعة النظام السياسي. هاو نسمعه مرة برلمان، مرة رئاسي، مرة برلماني معادل، مرة رئاسي معادل. أحياناً ثم شكون حتى دخل من الواجهة المحترفين وقال هما طالبين برلماني معادل وإحنا طالبين رئاسي معادل. وإحنا قاعدة ضعين بكل صراحة في الوصفات هذية، بحيث كنا طلبنا في السابق ومراراً قلنا راهو ننساو المسألة هذية، بالله ننساو نظام برلماني ولا رئاسي ولا برلماني معادل ولا ننساو. يجب الاهتمام والتركيز على الآليات، بالله ركزوا على الآليات، شوفوا السلطة وحاولوا باش تركزوا على الآليات، ومن بعد توجي الوقت والناس اللي ربما عندها إمكانية باش تقول لكم في يوم من الأيام أنه برلماني ولا رئاسي ولا تعطيكم ربما تكييف جديد. بحيث هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه الأطراف هذه تحب تعمل الدستور المقبل وكأنه الحكومة باش تكون عندها، ولا وكأنه الرئاسة باش تكون عندها. يعني بقاوا سجناء الامور الظرفيه اللي ما تنجمش توضع مؤسسات، وهذا سبب جوهري وخلل كبير. فمن هذه الناحيه نرى اللي الحديث على السلطه التنفيذيه من هذه الزاويه خاصه السلطه التشريعيه كذلك والعلاقه بينهما هو طرح مغلوط، لانه بكل بساطه طرح سابق لاوانه. في بالي محرر الدستور يلزم كما قلت لكم ينطبق اساسا على ايجاد الاليات. وانا سالت في قريه الفصول المتعلقه بالسلطه التنفيذيه، قلت سيدي خلنا بعد هذه البرلماني والرئاسي والشكشوكة هذه خلنا بعد عليها. شنو المطلوب مني بعد ثورة؟ أن نشوف الفصول هذه باش تأسس لنا نظام ديمقراطي ولا؟ ونظام هذا اللي نشوف فيه اليوم مستقر ولا؟ هذا هو السوز المعايير اللي باش نخدم به. وباش نشوف. شو لقيت أنا في طرح الأسئلة هذا على نفسي؟ لقيت اللي ثم بالحق ثم بعض البوادر ولا مؤشرات تأسس إلى نظام ديمقراطي، بحيث السلطة التنفيذية عندنا معناها جوانب فيها ديمقراطية، والديمقراطية نقسمها لجوج مسائل اللي هي المشروعية والمسؤولية. ولكن لكن لكن الفصول هذه الفكرة الثانية نعتبر المشروع هذا مشروع خطير إلى أبعد الحدود، لأنه بكل بساطة يهدد وحدة البلاد واستقرار النظام السياسي. هذا هو الفكرة. نبدأ بالفكرة الأولى. أنه بوادر ديمقراطية. جيوا في المشروعية. جيوا في المشروعية معناها بالنسبة لرئيس الدولة هذه حاجة ذاهية، كان قبل منتخب البرلمان تو ولا منتخب بشكل مباشر. بقى عندي شوية احتراز على بعض الشروط اللي راها ماهيش ثورية، ماهيش ثورية. وقت اللي راهي في فرنسا ثم جمعية اسمها كونديدا ديزبيتون وصلوا في نهاية الأمر باش عملوا في أبريل 2011 هبطوا من سنة ترشح لرئاسة الجمهورية إلى 18 سنة. احنا قعدنا في 40 سنة حيث يظهر لي نعرفش هم عملوا ثورتهم قبل نحيا. هذه الأولى. اثنين ثم بدعة تونسية جابها لنا بن علي، جابها بن علي وراه بن علي، ثم زوج جابها بن علي وحفظ عليه تحت النظام السابق، النظام السابق. ها نشوف بها. هذه السقف السن معناها 75 سنة و70 سنة و80 سنة. لو أنت كان الشعب التونسي حاب يختار واحد عمره 100 سنة. شنو مشكلة؟ شنو مشكلة؟ كان الشعب التونسي هذه هي المشروعية، ما تلقاهاش في الدول الديمقراطية. الشرط الأحسن. ثانيا البدعة الثانية اللي جابها بن علي أنه يقول لك حامل الجنسية التونسية دون سواها، وهذا يحدث تصنيف خطير بين التوانسة، يحدث تصنيف خطير بين التوانسة، ماهوش معقول، ماهوش شرط ثوري، ويعمل درجات بين التوانسة. إذا لهنا ينجم يكون تونسي ولا إذا كانوا باش يكونوا قاسيين. كان باش نكونوا قاسيين، نعتبر نفسي باش نكونوا قاسيين، نكونوا تونسي المولد هناك وثم، كما عملت بعض الدول كما امريكا ولا كما البرتغال. بالنسبه للتزكيه، عملوا زي كيف شرط التزكيه باهي، وادخلوا حاجه جديده اللي هي تزكيه الناخبين المرسمين، حاجه باهيه. ولكن اللي اختاروا انه هيئه التنسيق والصياغه تضبط حد اوسط بحث الشرط هذا. يعني مش نبقاو في حدود التزكيه في حدود البرلمان ورؤساء البلديات فقط، بينما على الاقل توسع. اذا كانوا تعطيه تزكيه عن طريق الناخبين المرسمين على الاقل توسع لكل ما عنده نيابه، معناها حتى المستشارين داخل البلديات الى بلدان توسعوا لهم في النصوص. لكن راهو التزكيه ضروري.
تزكيه ضروري كنا نشوفوا في الانتخابات المجلس التاسيسي الاف ترشحات، اذا كان ما عملش التزكيه توا ممكن واللي عندنا 5 ملايين مترشح للرئاسه. خمس سنين حاجه باهيه، خمس سنين معناها ومن جهه اخرى غير قابل للتجديد، هذا ضمان اخر اللي ما كانش عندنا واللي هو ضمان نعتبره ايجابي. بالنسبه لمشروعيه رئيس الحكومه فما فصل اللي يتعلق بانه رئيس الدوله هو اللي يعين رئيس الحكومه لكن يقسم ويقرا نتائج الانتخابات، ولكن الفصل هذا في حاجه الى اعاده الصياغه لانك مش تجبر تكون راهو رئيس اللي عنده الحزب الاكثريه وكيما خلطنا في الدستور الصغير هذاك عندنا معناه سجناء وهو خرق لمبدا الاغلبيه المطلقه، لانه يعني اللي باش يكون في الحكومه بالطبع لازم تكون عنده الاغلبيه المطلقه بعد قال الائتلاف حبوا زينوا واش تدخل في الائتلاف ولا يقول رئيس الدوله هو اللي يعين رئيس الحكومه ويكونوا مطمئنين راهو ما ينجمش يعين شخص من ما عندوش الاغلبيه داخل المجلس. هذا في خصوص كان تحبوا المشروعيه. في خصوص المسؤوليه حاجه باهيه انه الفصل 85 ولا رئيس الدولة بتاعنا رئيس المسؤول. هذه حاجة. بقى ولازمنا نراجعوا ياسر حاجات، لازم تراجع الصياغة الكل. قبل كل شيء حكاوا على الخيانة العظمى، راه ثم حتى دولة نجحت في تعريف الخيانة العظمى. وكان تشوفوا حتى محاولة التعريف اللي تقدمتها اللجنة للخيانة العظمى ما تنجمش يقبلها حتى العقل، مثلا حطوا غياب السير السليم للمؤسسات معناها ما اعتبروه خيانه عظمى الى كذلك. اكثر هناك لجنه الهيئه والتنسيق والصياغه هذه وهيئه التنسيق والصياغه اركت الاستفاده الروم عضو فيها جابوا لنا بدعه اخرى ما تسمى بالجرائم الجزائيه، بالله ثم جرائم مدنيه ثم هذه كاتيجوري الجرائم الجزائيه. حيث لهنا في خصوص المسؤوليه ثم مسؤوليه هذه التمتع بالحصانه بعد انتهاء المهام اللي هي زمن النحو. راهو في الولايات المتحده الامريكيه دستور الولايات المتحده الامريكيه ما يعطيش حتى حصانه لرئيس الولايات المتحده الامريكيه، وشوفوا شنو الصلاحيات اللي عند رئيس الولايات المتحده الامريكيه. بالنسبه للحكومه عندها اللوم عندي انا ما نحبش ندخل ياسر سمحه وصالح مش حكي عليه، رغم عندي اعتراض على تقديم حكومه بديله لانه هذا سوف يؤدي تو نشوفوا من بعد الى بلوكاج، لانه يعني لازم رئيس الدوله يكون عنده لازم يكون الاربيتر ومش مطالب بوجود حكومه بديله وكي ما تلقاش حكومه بديله تو تحويل ميزانيه احنا شهريا ولا اربع شهور ولا خمسه شهور واحنا واحدين، بحيث هنا هذا خطير ويلزم افادي ثم صياغه اخرى اللي يلزم تنقاوم. الخطر الكبير بالطبع هو سوء توزيع الصلاحيات اللي نعتبره يهدد الكيان النظام السابق، يعني ثم سوء توزيع ساعة قبل كل شيء ثم فصل يقول لنا لرئيس الدولة ويمثل الدولة إلى غير ذلك، لكن ثم اقتراح هيئة التنسيق والصياغة تقول لك ممثل الأول. شنو معناها؟ شنو اللي تونس واحد، تونس اثنين، تونس ثلاثة، تونس خمسة بلاصة إلى غير ذلك، هذا مش ممكن. الحاجة الأخرى أنه الخارجي كيف يعني الرسم مشترك للسياسة الخارجية، ما يفهموه. رأي الخارجية ما يلزموش يحكموا فيها زوج من الناس، يلزم واحد برك، تونس يلزم يمثلها واحد برك. ماهوش ممكن، وقت تشوفوا المعطيات اللي صارت في النظام السياسي الانتقالي هذا باش تتعاود تتكرر، لكن راهو إذا كان ممكن ما نفهموه هذا في وضع انتقالي غير مقبول في نظام سياسي دائم ومستقر بالنسبة للمستقبل. خاصة كما قلت لكم راهو الفصل هذاك اللي يكون رئيس الدولة يضمن استمرارية الدولة واستقلاليتها وهو منتخب من قبل الشعب. هذه المسائل الكل لازم تعطيه داخل السلطه التنفيذيه لازم تعطيه اولويه. ثم الخطا الكبير وانه هنا حاجه اخرى قال اذا كان يصير نزاع بين رئيس الحكومه ورئيس الدوله نمشيو المحكمه. لا مانيش موافق لان السلطه التنفيذيه لازم تخرج بقرار واحد ولازم يكون الحكم داخل السلطه التنفيذيه شخص واحد ولازم يكون لهنا باعتبار الصلاحيات اللي اعطيناها له اللي هو كما قلت لكم فصل 68 راهو لازم نفهموه كما لازم نفهموه، لازم تكون عنده الكلمه. وراهو في البرتغال اللي نجمعها مضروبه بالبرتغال راهو رئيس الحكومه مسؤول امام البرلمان ومسؤول امام رئيس الدوله. حيث السلطه التنفيذيه لازم تخرج بقرار واحد وعندنا وضعيات متاكده اللي احيانا ما نجموش نستناو المحكمه الدستوريه باش تاخذ فيها قرار. مثلا نفرضوا قضيه البغدادي المحمودي تبعتوها الناس الكل، نقعدوا سبع شهور ولا ثمانيه شهور ولا ساعات قرارات اخرى خطيره الى ابعد الحدود ويلزم يخرج قرار يا راجل ساعه ولا في ساعه ولا حدود في 10 دقائق، خاصه اذا كان تكون انت قائد الاعلى للقوات المسلحه، حيث هناك العديد من الجوانب الاخرى اللي انا عندي وقت لازم نحترمه. انا اقول اذا تم الحسم سياسيا في ان الدستور المرتقب سيؤسس لنظام سياسي يوفق في ايجاد معادله ممكن
بين الديمقراطية والاستقرار، فإن تركيب ذلك يتم بناء على التمكن من تقنيات تنظيم وسير الأنظمة السياسية. إن الاستماع إلى خبراء تونس وخاصة الاحتكاك الكبير والمفضل بلجنة البندقية لم يثمر نصا في هذا الاتجاه، فأرجو أن يكون نص المقبل. لحظة أولى الإجابة على السؤال الذي يطرحه الموضوع سوف تكون على درجة من الضبابية التي لم أعودها شخصيا. أصعب تمرين قمت به في حياتي هو وقت تحديد السجية هذه أطلعوني رئيس اللجنة بتاعنا المشكور رئيس جمعيتنا الأستاذ عياض معشور. لماذا؟ لأني كل سؤال قالوا إجابة ما قلتلوش إجابة. عندنا مرة أخرى نرجع للجنة، لجنة التنسيق، هل تجاوزت ولا دورة؟ هذا جواب عديد مقرر العام ومن شخصيا مش مقتنع بالإجابة بتاعه. وعندنا اللجنة التأسيسية التي هي تعنى بموضوع العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أنا شخصياً الانطباع اللي حصل عنه هو أن انطلاقاً من هذا التنازل الذي وقع في الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة، تنازل بأن رئيس الجمهورية سوف يكون منتخب انتخاباً مباشراً من طرف الشعب، هذا اعتبر تنازل من طرف اتجاه سياسي معين. مقابل هذا التنازل لاحظنا أن هناك شبه ردة فعل هي في التقليص بأكثر ما يمكن في صلاحيات حب رئيس منتخب الله يبارك. أما أنا مش نجم أنا كل ما يلزم من الصلاحيات لفائدة من؟ لفائدة رئيس الحكومة. وهذين اللي لاحظوه في الفصول التي تتعلق بصلاحيات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ثم في أعمال اللجنة كما طلعنا عليها من خلال الصحافة، نشوف كيف كتب نقل الصحافة وشوية معلومات عن الزملاء أن لجنة التنسيق في الحقيقة هي لجنة تريد أن تفرض اتجاهاتها وقناعاتها في مسألة التوازن والعلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. التطرق لهذه المسألة كيف سيكون؟ أنا حاولت باش نشوف العلاقة. أولاً العلاقة نسميها احنا رجال القانون نحبوا ياسر التصنيف هذايا، العلاقة العضوية ثم العلاقة الوظيفية. العضوية يعني بين الهياكل كطرق التعيين وآليات التأثير، تأثير سلطة على سلطة أخرى. ثم الوظيفية على مستوى الصلاحيات طبعا. بالنسبة للعلاقة الأولى، العلاقة العضوية، العلاقة العضوية الاتجاه العام يبدو حاليا، الاتجاه العام هو أن هناك حينئذ النقطة الأولى الهامة رئيس الجمهورية منتخب، رأس الأول في السلطة التنفيذية منتخب بانتخاب مباشر من الشعب، وهذا عنصر من النظام الرئاسي أخذ به في هذا الاختيار. إلى حد الآن الاختيار ليس هناك بوادر تدل على أنه سيقع التراجع. ثم عنصر من النظام البرلماني هو أن الحكومة نابعة من الأغلبية البرلمانية، الحكومة نابعة من الأغلبية البرلمانية، ورئيس الجمهورية مضطر ومجبر لتعيين رئيس القوة السياسية التي لها أكبر عدد من المقاعد في المجلس النيابي، عنصر من النظام البرلماني، عنصر هام. آليات التأثير، تأثير سلطة على سلطة أخرى. عندنا آليات الرقابة طبعاً، آليات الرقابة الآلية الأساسية وهي من النظام البرلماني، المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، هذا عنصر هام. إلى حد الآن هناك أيضاً شبه
شبه التفات حول هذه المسألة. وطبعا نظام لائحة اللون. نظام لائحة اللون هو نظام كان موجود في الدستور القديم ووقع أيضا اعتماده ووقع تقنينه بطريقة، وهنا لابد أن نقر بذلك، جعلت منه نظام أو لائحة هذه الآلية معقلة له. يعني هناك تشديد في شروط استعمالها بطريقة تضمن حد أدنى من نقول استقرار على مستوى الحكومة. رقابة الآن، رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، هذا حينئذ من خلال المسؤولية ومن خلال نظام التصويت على لائحة اللون. أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور في صورة طلب صادر عن المجلس، ولكل عضو من المجلس أن يتقدم إلى الحكومة بالأسئلة الكتابية والشفهية، هذه أيضا من تقنيات الرقابة. لجنة برلمانية لمراقبة مدى تقيد أجهزة الأمن بالمبادئ الدستورية. وطبعا أمين منذ حين ذكر الخيانة العظمى، طبعا الخيانة العظمى هنا وقع أيضا الاعتماد، ولكن ما هو نظام الخيانة العظمى لأعضاء الحكومة؟ ليست هناك إجابة. بينما في الدستور بتاعنا القديم عندنا الخيانة العظمى لأعضاء الحكومة وليس ولم تكن لرئيس الدولة. وسائل الضغط المتاحة لرئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هي طبعا الوسيلة الهامة، هي الحل، حل البرلمان، هذه سوليوشن، وهي طبعا من آليات الهامة التي تميز أيضا صلاحيات الرئيس في الأنظمة النصف رئاسية والتي تأخذ من هذا وذاك. في حالة عدم منح الثقة للحكومة من طرف مجلس الشعب وبعد مرور 3 أشهر على الانتخابات التشريعية، لرئيس الجمهورية الحق في حل المجلس. اتجاه اللجنة التأسيسية في إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات بتمكينه من هذه الآلية الهامة. وهنا تأتي مسألة البديل، يعني الحكومة البديل. هناك ثلاثة مقترحات، يعني انظر كيف إلى أي حد وصلت يعني الضبابية وعدم ليس هناك موقف واضح في اللجنة. ثلاثة اقتراحات عندما يقع التصويت على الثقة، مطالبة الثقة، رئيس الجمهورية يتولى حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية. اقتراح ثاني، رئيس الجمهورية يمكن أن يقترح في 3 محاولات متتالية في أقصى تقدير تقديم مرشح لرئاسة الحكومة، إذا لم يحظى أي منهم على ثقة المجلس في أجل أقصاه 30 يوما يتولى رئيس الجمهورية حل المجلس. والمقترح الثالث، حل البرلمان في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ رفض منح الثقة للحكومة. طبعا لجنة التنسيق لم تكن موافقة على هذا الاتجاه، والخلاف لازال قائم بين اللجنة التأسيسية ولجنة التنسيق. العلاقة الوظيفية، الصلاحيات الوظيفية، هي في الحقيقة نملكها حينئذ سلمى وأمين ودحين. الوظيفة التشريعية، الاتجاه العام هو في تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لفائدة رئيس الحكومة في كل المجالات. على الأقل هذا مقترح من لجنة التنسيق دائما في كل نقطة. هناك المبادرة التشريعية، الانيشياتيف ليجيستيف، المبادرة التشريعية، هناك الصيغة الأولى 10 نواب على الأقل والحكومة لهم المبادرة التشريعية، والمبادرة الصيغة الثانية رئيس الجمهورية و 5% من أعضاء المجلس. طبعا النقطة الخلافية، الهيئة المشتركة للتنسيق ليست موافقة على أن يكون لرئيس الجمهورية حق المبادرة التشريعية، هذا لابد من تسجيله. وبالإضافة إلى ذلك مسألة التفويض، منذ حين تكلمنا عن التفويض، تفويض موجود، تفويض السلطة التشريعية لفائدة رئيس الجمهورية عن طريق المراسيم، هذا نظام قديم أيضا وقع إقراره الآن. صيغة أولى وصيغة ثانية، من مجلس الشعب إلى رئيس الحكومة، صيغة أولى. صيغة ثانية، التفويض من مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية. وطبعا الهيئة المشتركة توصي بحذف التفويض من مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية، دائما هناك محاولة للتقليص. وأمر على بعض الجزئيات، وأريد أن أمر أيضا إلى مرة أخرى إلى مسألة المعاهدات، وأرجع إلى المعاهدات لنقطة ثم زاوية قاعدة معناها تناول سليم وفرحات منذ حين
لجان المعاهدات والاتفاقات الدولية مسألة يعني المعاهدة التي هي تكون مخالفة للدستور، معاهدة دولية مخالفة للدستور. إذا 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 تفطن المحكمة الدستورية إذا أقرت ذلك، ما هو الحل؟ هذه نقطة ما تناولناهاش. ما هو الحل إذا تبين أن المعاهدة مخالفة للدستور؟ نعم، هناك بعض الدساتير مثلا في المغرب وفي فرنسا تنص على أنه يجب تلقيح الدستور، تلقيح الدستور ليصبح الدستور متلائم مع المعاهدة. وهذا طبعا هذا النظام الإعلام نقطة لابد من التنصيص عليها إذا كنا مقتنعين طبعا بأن المنظومة القانونية الوطنية منصهرة تماما في المنظومة القانونية الدولية. هذا إذا حصل الاقتناع طبعا، ولكن إلى حد اللحظات الأخيرة ليس لي هذا الاقتناع عندما استمعت إلى السيد المقرر. نعم، بحيث هل يقع تنصيص عليه أم لا في الدستور؟ هناك بعض الدستور المغرب الأخير ينص على ذلك. إذا تبين أن الدستور أن المعاهدة مخالفة للدستور يقع ترجيح الدستور. بالنسبة لبعض مسائل أخرى، بعض مسائل أخرى غير واضحة، الفصل 62 يقول أن رئيس الجمهورية يصادق عداء ما كان في أنا أتساءل ما هي المعاهدات التي تدخل في اختصاص رئيس الحكومة الموجود في الفصل 62. هذه فاضل قليلة عندك أنت، النقطة غير واضحة تماما. واليوم حاول حضرتكم على الدفاع والأمن وقت خضيت وقت العطاوت المداخلة هذه وقت سيدي ليك خدي. قلت علاش نتحدث عن الامن ولا ما قلتش بالتفصيل المسوده، وقلت باش يكون كان على الطريقه اللي كان موجود بها في دستور 59، وكانت عندنا حتى بند وحتى فصل فيما يخص الامن، وكان عندنا بعض الفصول يهموا الجيش الوطني بصفه عامه، وهما الفصل 15 34 و55، طب ثلاثة فصول وكلهم بطريقة عامة موجودين، دونك شنو يتبدل زعما في الدستور الجديد. لكن ما خديتش بعين الاعتبار اللي صار في ديسمبر جانفي 2011، تصاور على كل حال اللي قعدت في الذاكرة نتاع التوانسة الكل واللي خرجت من الحدود التونسية، كانت عادة تصاور فيها إما عون من الأمن الوطني أو من الجيش الوطني. ويظهر لي المؤسسين اللي بهمش عايشين منعزلين على المجتمع التونسي، هالتصاور هذوما خلات عندهم أثر كبير، واخذوا قرار باش يكون أكثر بنود في الدستور مخصصة للأمن وللجيش الوطني. وبهذه الطريقة نكونوا في المشروع الحالي ومسودة المشروع الحالي، نقلنا من عدد ضئيل من البنود إلى في الجيش فيما يخص الجيش الوطني من 3 إلى 8، وفيما يخص الأمن من انعدام فصول إلى 4. بيسير فما بعض البنود تحدث على الهيئتين في نفس الوقت، ويكون دونك عندنا 9 فصول نحاول من قراءتهم نعطيو فكرة على شنية النية اللي كانت عند المؤسسين فيما يخص الجيش الوطني والأمن الوطني. يظهر لي نجم نجمع المعلومات والمقترحات، خاطر تكون ديما فما مقترحات تدخل حول حاجات تهم الشكل وحاجات تهم الأصل. فيما يخص الأمور اللي تهم أو الأمور الشكلية، أول أمور الشكلية اللي نجموا نقدموها هي وقت نقرأوا مسودة مشروع الدستور، أول حاجة تجلب الانتباه هي الفكرة دوبل أمبلوا. دوبل أمبلوا على ليميت نورمال،
لأن التنظيم تاع صياغة الدستور وقت نرجع للنظام الداخلي النص المنظم للسلطات نلقاو أنه العملية هذه في صياغة الدستور لم تسبق بعملية تنسيقية مسبقة بين اللجان. كل لجنة تخدم على روحها وحدها. دونك طبيعي أن اللجنة نتاع التوطئة والمبادئ العامة والحريات باش يكون عندها تصور وتقول الجيش والأمن أمور تهم الفصول اللي عندها وباش تكرس ذلك في بعض البنود. ومن جهة أخرى اللجنة المختصة بالنظام السياسي باش تقول الجيش والأمن ما ينجمش ما نتحدثش عليهم ما نخصصهمش بعض البنود. وبهذه الطريقة باش نكونوا عندنا تكرار في عديد من الفصول. حاولت نعمل جدول يحاول ياخذ بعين الاعتبار هذا التكرار. نجد فيما يخص الحياد النوتراليتي التسليم ديما تلقاو الفصل جاي من البداية نتاع الدستور وفصل آخر في جاي من الباب اللي يهم النظام السياسي والسلطة التنفيذية. بوغ الخدمة العسكرية نفس الشيء. وفيما يخص الأمن الوطني ثلاثة فصول تهم الحياد موجودة في هذا المشروع. يظهر لي هذايا لجنة الصياغة تنجم تتجاوزوا بطريقة سريعة ما فيها حتى شيء. ويكون المشروع عندما يتقدم للمجلس خالي من هذه الفكرة أو من هذا الفكرة. الحاجة الثانية اللي تنجم يلوم عليه بعض الناس وستد يقولوا لي كيف تحطها في الأمور الشكلية هي اللي تخص الحاجة الثانية هي أنه في بعض الفصول ماهيش بقعدها جملة ما حقاش ردت في هذا الإطار. نتحدث في هذايا حول القسم الثالث اللي نلقاوه في هذه المسودة في باب نتاع السلطة التنفيذية اللي هو القسم المتعلق بالدفاع والأمن. نلقاو باب يقول الباب المخصص للسلطة التنفيذية نلقاو القسم الأول رئيس الجمهورية، القسم الثاني الحكومة، والقسم الثالث الدفاع والأمن. وأنا وقت قريتها حيث ربي شعري بشترك شعري عندي وقف فوق راسي على خاطر يظهر لي ريفليكس نورمال وقت تلقى تعداد لمكونات خاطر هذا مكونات نحن في مكونات السلطة التنفيذية وتخصص قسم ثالث للدفاع والأمن ولا عنده مكون من مكونات السلطة التنفيذية وعنده نفس القيمة كرئيس الجمهورية والحكومة. والله ما نعرف نقلوها على مصر يا دميو زيكزون أفريقيا الجنوبية زي كل حاجة يقول لي فيها إمكانية في إعادة النظر وهذه الفصول هذو من 95 حتى 99 يظهر لي أن برومير مون لازم نحاولوا فما نصغروا فيهم آخر فما شي حاجات يقول لي زايدة تقنية ما عندهاش فايدة بشكل كبير. ومن الجهة الأخرى يظهر لي رجاحها للتوطئة أو المبادئ العامة أو الحريات كان على كل حال في هذا الإطار يظهر لي ما فماش فايدة باش نخصوا قسم خاص للأمن والدفاع. هذا ما فيما يخص المشاكل وهو الأمور الشكلية. تعدول الأصل. تعدول الأصل و ثلاثة دقائق جو فيتر غابيد جو في سولفي لي بروبليم. دونك على المستوى كما أولا الخدمة الوطنية. دونك لو سيرفيس ميليتير. عندنا فصل مخصص لذلك فصلين. 12 نفس الصياغة للفصل 12 و98 نلقاو نفس النص الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب السياق والشروط التي يضبطها القانون. ما عندي حتى شيء ضد هذاك. لكن في دولة اللي تباهات في العالم الكل بالباريتي وبمركز المرأة والمساواة والتجارة
يظهر لي مانيش فاهم علاش ما خممناش نحطوا المواطنين ولا المواطنات. رأيي الخاص هي مساواة، لكن كان تسمو خطر السفر شوكان فوق سيرتان، لكن كان تسمو أنتو كان شرف باش ندرس في ليكول سوبيريور دو غير، وعندي ديغرادي اوسي بيان دو سكس فيمينان كو دو سكس ماسكولان. دونك بوركوا يسون غرادي لي دو سكس، وبوركوا لي سولدا بور لو باساج دو سيرفيس ميليتير نو بوف با ليت. ولكل حال نجمو ناخذ المثال نتاع البرتغال، اونكور اون فوا جو با نامورو دو بورتوغال، مي يفو لي بلاسي سور ان ميم بيي ديغاليتي اي دير كيل يا اون اوبليغاسيون، اي كو ا ديفو دو بوفوار avoir un service militaire pour les femmes aussi, qu'elles fassent un service civil. Voilà. Donc, c'est une question qui se pose en fait. Bien. Le deuxième point, très rapidement, on a fait un travail de dame qui est en train de faire. Et il y a le fait de l'âge. 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 Etc. Et il y a ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ. يعني أن الجيش ما يتدخل كان في إطار قانون الطوارئ. وقت اللي جماعة البلدية يعقروا علينا ما يحبوش يهزوا الكفايات، يا أخي الجيش ما يتدخلش، ما يتدخل كان فهم إيش كان. لا الفيضانات نجم نعمل ديكلاراسيون ديتا إيفيكتيفمون، لكن جو فو دير كو الجيش نجم يتدخل في حالة كبيرة، دونك الكلمة هذه تظهر نخليو الفصل أكثر عمومية ونحيو هذا التنصيص هذاك. أتمتع بالحقوق الدستورية، أن أوتخ بروبليم اللي بوغيت فو تخي رابيد، اللي يهم تمتع العسكريون بالحقوق الدستورية إلا فيما يخص الحقوق السياسية والنقابية وقت اللي تكون تمس بالحياه. بعد جانفي 2011 كنت من الناس اللي نقول بوركوا با ان دوا دو فوت بور لي سولدا. اي جو سو روندو كونت ابخي كو سيتي لي ميليتير كي نو فولي با ان اونتونت بارلي. ومره ان جينيرال مافي دي تعيش ودي خلينا رايدين. وقت اللي خممت ايفيكتيفمون عنده حق. لكن جو فو بوزي اون سول كيستيون. حاولناش ناخذوا راي الجيش في هذه المساله. Pourquoi n'a pas organisé une consultation au sein de l'armée pour savoir est-ce qu'on est pour ou contre? C'est une proposition. Je vais passer très rapidement dessus. Les anneaux, pas chercher de tout ce qui nous concerne, le masque de la milice, يسمح أو لا بتكوين ميليشيات. الفصل هذا يقول في الصيغة نتاعو ما يأتي يقول: لا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني. أمونا في نقطة، لكن يكمل المؤسس يقول: إلا بمقتضى القانون. Ouais, effectivement, donc on a une interprétation.